كورونا، فيروس حرك المسؤولية الاجتماعية للكويتيين تجاه بلادهم، ليس بالطواقم الطبية والأمنية فحسب، لكن حتى على مستوى بلدية الكويت التي عملت على تدريب المواطنين احتياطاً على قيادة سيارات النظافة لإزالة النفايات من المناطق المختلفة. مهندسين اليوم يدربون، هناك كتبة يدربون بالإضافة إلى موظفين النظافة والمشرفين. الهدف من هذا هو الاعتماد على الكوادر الوطنية برفع مخلفات المنازل، لأن هذا أمر مهم جدا. والله الحمد خلال أسبوع راح نتمكن إن شاء الله من تدريبهم والقيام بهذه الأعمال، لا قدر الله لو احتجناهم أهل البلد قادرين على القيام بهذا الدور. 6 أنواع من سيارات النظافة الرئيسية المعروفة باختلاف قيادتها عن السيارات أو الشاحنات العادية، تدرب عليها أكثر من 1500 مواطن بمختلف المحافظات لمدة أسبوع. قسمنا المفتشين على أيام معينة، كل يومين راح يتم تدريبهم على فترة يومين، وبعدين المفتشين على فترة يومين وفترة يومين على المفتشين الجسال. احنا نعمل بنظام النوبات اللي نظام 24 ساعة، نوبة ألف وباء وجيم. لكل أزمة مضارها، لكن من بين تلك المضار تظهر جوانب مشرقة، وقد كان الشعور بالمسؤولية والرغبة في خدمة المجتمع أبرز تلك الجوانب التي اتضحت مع أزمة كورونا. من الكويت، شهد المتروك، العربية.